واحد العائلة كانوا عايشين مزيان، الأب والأم واخا داز 26 عام على زواجهم باقي كيبغيو وكيحترموا بعضياتهم كيف ما الأول. ولادهم كانوا مربيين وناجحين في حياتهم لدرجة كبيرة. باختصار هاد الناس ما كانت خاصهم حتى شي حاجة، لا ماديا ولا معنويا، ولكن في 2021 حياتهم كاملة غادي تقلب جحيم غير حيتاش اكتشفوا واحد السر خطير. السلام عليكم، سميتي سكينة ومرحبا بكم في قناة سوكي ستوريز. الناس الجداد اللي اول مره كيجيو لهاد القناه، الا كنتو من عشاق القصص الواقعيه فهاد القناه دارت ليكم. كنحط جوج قصص طوال في السيمانه كل اثنين وخميس. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار فوق ما حطيت قصه جديده، وبطبيعه الحال ما تنساو لي زي الاعجاب. بلا ما نطول عليكم في الهضره يلا نبداو. في الاول ديال التسعينات وفي ولايه ويسكونسن في امريكا، تما كانت عايشه واحد السيده سميتها كريستا فرويدر. كريستا كانت في العشرينات من عمرها وكانت خدامه في واحد الماركت سميتو باستن ستور، وتما نيت كان خدام واحد السيد واحد اخر سميتو بارت هالدرسون، حتى هو كان في العشرينات من عمره ولكن كان صغير على كريستا بثلاث سنين. بارت وكريستا بداو كيتقربوا من بعضياتهم ولقاو انهم متشاركين في بزاف ديال الحوايج. بجوج بيهم تزادوا وكبروا في ماديسون، وبجوج قراو في نفس الجامعه، واهم حاجه انهم بجوج بيهم مهتمين بزاف بالتصميم الداخلي ديال الديور، داكشي اللي كيعجبهم يديرو. كريستا كيعجبها تشري الديكورات وتستفك الحويجات في الدار باش تكون منظمه ومرتبه، وبارت كيعجبو يصايب اي حاجه بيديه. المهم ما داش بزاف لقاو راسهم متفاهمين ومرتاحين لبعضياتهم لدرجه كبيره، وصافي في 1994 تزوجوا. من مور الزواج مباشره كل واحد فيهم خرج من داك الخدمه اللي كيخدم فيها وانتقلوا لواحد المدينه وحده اخرى ما بعيداش بزاف على ماديسون، وتما كروا واحد الشقة وكل واحد فيهم دبر على خدمة جديدة. هاد الكوبل كانوا من أسعد الناس، ما عمر شي واحد سمع الصداع جاي من الشقة ديالهم، واللي شافوهم ديما كيلقاهم ضحكين وناشطين. وزادت الفرحة ديالهم كملات فاش دازت عامين وكريستا ولدات ولدهم الأول اللي كانوا سماوه ميتشل. ومباشرة من بعد ما ولدات كريستا خرجت من الخدمة ديالها باش تجلس وتقابل غي دارها ورجلها وولدها. بارت كان متفق معها كليا، كان باغي تجلس في الدار وتقابل غير راسها وتقابل الدري، وهو كان مستعد انه يخدم ويتعافر ويتقاتل ويجيب ليهم اي حاجه محتاجينها حتى للدار. واصلا في ديك الساعه بارت كان خدام كمحاسب ناجح، يعني العائله ديالو ما غادي يخصها حتى شي خير. ميتشل يعني داك الوليد اللي ولدو كان هو الثمره ديال الحب ديالهم، وبقوه ما عجبهم داك الاحساس ديال يكونوا ابوين قرروا انهم يعاودوا يزيدوا يولدوا واخا ميتشل كان باقي صغير. وغي داز 18 شهر بالضبط من مور ما تزاد ميتشل، كريستا عاوتاني ولدت وليد واحد اخر وسموه تشانلر. من بعد شي اعوام من مور ما تزاد تشانلر، واخيرا كريستا وبارت قدروا يوفروا الفلوس ويشريوا دار وحده اخرى في وينزر. داك الدار كانت كبيره وجايه في حي ديال الطبقه المتوسطه، حي كالم وزوين، وحيت دابا عندهم الدار ديالهم ويقدروا يديروا فيها اللي بغاو. كريستا هي اللي صممتها من الداخل وفرشاتها وقادتها على ذوقها. وبالنسبه لراجلها بارت صايب اي حاجه اللي تقدر تحتاج مرتو باش تقد الدار، فاش كنقول صايبها يعني صايبها بيديه. ومن غير الدار اللي فيها، كريستا وبارت فاش رحلوا لوينزر يعني لداك المدينه الجديده، دغيا داروا بلاصتهم فيها، دغيا تعرفوا على الجيران، دغيا داروا معاهم علاقات وكلشي ولا كيبغيهم. دازت 20 عام وهما ساكنين في داك الدار. بارت كيف ما العاده هو الراجل ديال الدار، هو اللي كان كيمشي يخدم باش يوفر لعائلته اي حاجه يقدروا يحتاجوها. وبالنسبه لكريستا كانت داك الام اللي وقتها كامل عطاتو لدارها ولوليداتها ودارت المستحيل باش تربيهم احسن تربيه ويطلعوا مستقرين وشخصيتهم تكون قويه. والمجهودات ديالهم ما مشاوش غير هكاك، حيت ولادهم كبروا ولاو كيف ما كانوا والديهم كيتمناوهم يكونوا مربيين وناجحين، ومن فوق هادشي كانوا سعيدين في حياتهم. وبطبيعه الحال كانوا ممتنين لباهم ولامهم اللي ضحاو باش يعيشوهم احسن حياه. في 2021 ولدهم الكبير ميتشل اللي ديك الساعه كانت في عمره 25 عام تخرج من الجامعه وخدم واحد الخدمه زوينه في شركه معروفه وكبيره بزاف، وكان كيتخلص مزيان. كان خرج من الدار يعني ما بقاش عايش مع با امه، كان كاري واحد الشقه وكانت عايشه مع الخطيبه ديالو اللي ما بقى ليهم والو على العرس، واهم حاجه كان دافع في واحد الدار باش يشريها. وبالنسبه لولدهم الصغير تشانلر كان باقي عايش مع با امه في نفس الدار، ولكن حتى هو كان ناجح بحال خوه الكبير وكان كيدير بزاف ديال الحوايج في حياته. كان كيقرا في واحد الجامعه
مرموقة كاينة تما، وكان في العام الاخر ديالو. وقبل ما يتخرج كان دفع باش يخدم في واحد الشركة كبيرة بزاف سميتها سبيس اكس ديال ايلون ماسك اللي غادي تكونوا كتعرفوه، وكان تقبل. كان خاصو غير يسالي القراية في الجامعة وياخد الشهادة وصافي ينتقل لفلوريدا يعني فين كاينة الشركة باش يبدا الخدمة معاهم. غير باش تعرفوا سبيس اكس شركة كبيرة بزاف ومعروفة ومرتبطة بأي حاجة متعلقة بالفضاء، تلقى بزاف ديال الأقمار الصناعية وكتنظم رحلات للفضاء وباغا تصيفط ناس في رحلة للمريخ وزيد وزيد. إلا جيت نهضر على هاد الشركة بوحدها خاصني فيديو طويل. المهم هاديك الشركة كي قلت لكم قبلات الطلب ديال العمل ديال تشانلر، خاصو غير يتخرج وياخد الشهادة ويمشي لفلوريدا باش يبدا معاهم. ومن غير هاد الشيء كله تشانلر في اوقات الفراغ ديالو كان كيخدم مع واحد الشركه ديال التامين، ومره مره كيتطوع وكيخدم مع البوليس كغواص الا كانوا كيقلبوا على شي حاجه او لشي واحد في الماء. وحتى هو كان في علاقه جديه مع واحد البنت سميتها كاثرين وكانوا واقفين على الزواج. كيف ما سمعتوا الامور كلها كانت غدا بخير وعلى خير، ولكن هاد العائله غادي تعيش كابوس حقيقي. كلشي بدا في يونيو 2021. ولدهم الصغير تشانلر كانوا بقاو ليه غير شي سيمانات باش يتخرج ويمشي باش يخدم سبيس اكس فلوريدا. واحد النهار فاق في الصباح بكري باش يمشي يقرا، كان غير هو بوحدو في الدار، موبا كانوا خرجوا باش يمشيو يقضيو شغالاتهم. المهم تشانلر خرج من بيتو وفجأة باش يهبط مع الدروج فلتات ليه رجليه، وهبط كيتكور مع الدروج حتى لتحت وراسو تضرب مع واحد الطابله. واخا الطيحه كانت قاصحه بزاف تشانلر وقف على رجليه وبغى يكمل نهارو عادي، ولكن ما قدرش حيت راسو بدا كيحرقو بزاف ورجليه بحال الا ما بقاش كيحس بهم مزيان. من تما ركب في الطوموبيل ديالو وشد الطريق للسبيطار باش يشوفو شنو عنده. غير وصل داروا ليه سكانير وفي الاخر لقى عنده الطبيب ارتجاج في الدماغ ويقدر يحتاج عمليه من بعد، ولقى عنده العظم ديال العنق ديالو شويه مشقق. وبالنسبه لرجليه اللي ما بقاش كيحس بهم مزيان لقاو عنده شي خلايا في الدماغ ديالو تدمروا بسبب الطيحه، وهما اللي خلاو الدماغ ديالو يفقد شويه الاتصال مع رجليه، يعني حياته كامله غادي يبقى كيعرج. تخيلوا معايا تشانلر اللي كانوا باقي له غير شي سيمانات باش يتخرج ويمشي لفلوريدا باش يخدم في سبيس اكس، الشركه اللي كلشي كيحلم يخدم فيها، دابا ولا عرج وغادي يبقى هكاك حياته كامله. وصافي في الخرج على الدار بداك اللعيبه ديال العنق وبالعكاز وبزز باش كيقدر يتمشى. كان حزين ومحطم على مستقبله اللي ضاع وعلى الاحلام ديالو اللي كلها مشات، خصوصا فاش وصل الوقت اللي خاصو يمشي لداك الشركه باش يبدا الخدمه معاهم، ولكن ما مشاش حيت كان باقي مريض وصافي خدمو شي واحد اخر. وبالنسبه للعائله ديالو يعني باهم وخوه الكبير حتى هما تصدموا وبقى فيهم الحال بزاف من جهه ولدهم. ولدهم اللي كان نشيط وكان كيدير بزاف ديال الحوايج في حياته دابا ولا غير مكسل في القنت ولا بغى يمشي لشي بلاصه كيخصو العكاز. واخا هادشي كامل اللي وقع لتشانلر بقى كيحاول يكون ايجابي ويبغي حياته كيف ما كانت، وبدا كيقلب على شي خدمه اللي تقبل على الحاله ديالو. صافي الايام كيدوزوا والعائله كانوا متحدين وواقفين مع تشانلر باش يصبروه ويعاونوه يتجاوز هاد المحنه، ولكن هادشي اللي وقع لتشانلر لا يقارن بتاتا مع داكشي اللي غادي يوقع من بعد. في الغرب ديال ولايه ويسكونسن كانت تما واحد المدينه صغيره سميتها وايت ليك، وفي داك البلاصه بارت وكريستا كانت عندهم تما واحد الدويره صغيره. باش يمشيو لداك البلاصه كيخصهم 3 سوايع ديال الطريق في الطوموبيل. المهم الدار اللي عندهم تما كانت في الاصل ديال الوالدين ديال بارت، ولكن فاش توفى وصافي بقات ليه. داك الدار جايه في واحد البلاصه زوينه في وسط من الغابه والشجر، وكانت حداها واحد الضايه. فاش ميتشل وتشانلر كانوا صغار كانوا والديهم ديما في العطله كيديوهم داك الدار باش يفوجوا ويلعبوا ويصيدوا الحوت، ولكن غير كبروا الدراري صافي ما بقاوش كيبغيو يمشيو لتما، وصافي حتى بارت وكريستا ما بقاوش كيمشيو لتما مره مره غير باش يطلعوا على الدار. جوج ديال السيمانات من مور ما تشانلر طاح في الدروج وتعطب، واحد العاصفه قويه ضربات وايت ليك يعني البلاصه اللي عندهم فيها الدار. داك العاصفه ريشات شي ديور، وشي ديور وحدين وخرين رابوا كاع. نتوما عارفين شي ديور تما كيكونوا مصايبين غير بالكارطون وبالقزدير. المهم شي ناس ساكنين تما صوناو على بارت وقالوا ليه يا ودي راه العاصفه تكرفصات ليكم على الدار، الزاج ديال السراجم كله تهرس والسقف طلع بحال الا بغى يتحيد من بلاصتو. بارت قال هادشي لكريستا وقالت ليه خاصنا نمشيو لتما في اقرب وقت ممكن باش نصلحو الدار ديالنا وما نخليوهاش بحال هكاك. هزوا اليوميه وبداو كيشوفوا كيختاروا النهار اللي يكونوا فيه مساليين باش يشدوا الطريق لداك البلاصه. في داك الوقت كان قريب 4 يوليوز، وفي 4 يوليوز كيكون واحد العيد مهم في امريكا وهو فين كتحتفل بالاستقلال ديالها. كريستا وبارت
اتفقوا يمشيوا لتما يومين قبل من داك العيد، يعني في 2 يوليوز، باش يتلاقاو مع داك الاجواء ويعيشوا داك الاحتفالات اللي كيكونوا تما، ومن هني تيصايبوا دارهم ويجلسوا تما شويه وعاد يرجعوا بحالهم. ولكن غير قرب داك النهار اللي خاصهم يمشيو فيه، بحال الا بداو كيتصرفوا في شي شكل. في 1 يوليوز 2021، يعني نهار قبل من النهار اللي غادي يشدوا فيه الطريق لداك البلاصه، كريستا وبارت بداو كيجمعوا الحوايج والباجاج اللي غادي يديو معاهم في هذا السفر. وحيت شانلر ساكن معاهم، فجلاس كيشوف فيهم كيجمعوا. شانلر لاحظ ان والدي يدين معاهم واحد الصاك عامر بالفلوس، قال مع راسو علاش دين هاد الفلوس كاملين، ولكن في الاخر قال وانا مالي فلوسهم هادوك، الا بغاو يديوهم يديوهم، يقدر يكونوا بغاو يتبرعوا بهم تما، او لا يقدر يكونوا بغاو يديوهم للبنك يخليهم تما، المهم انا ماشي شغلي. ناضم بلاصتو ومشى جهه والدي باش يعاونهم في هاد الجميع اللي كيجمعوا، ولكن ما قدرش حيت بزز باش كيقدر يتمشى وما كيقدرش يبقى واقف مده طويله. صافي رجع لبلاصتو وبقى كيشوف فيهم كيجمعوا، وشويه سولهم عايش غادي تشدوا الطريق غدا. مو كريستا هي اللي جاوباتو، قالت ليه غادي نمشيو في الصباح بكري، وماشي حنا اللي غنمشيو سايقين، غادي يمشيو معنا شي اصدقاء ديالنا هما اللي غادي يوصلونا. ولكن ما قالوش شكون هما هاد الاصدقاء، وتشانلر كاع ما سولهم، قال يقدروا يكونوا شي اصدقاء يلاه تعرفوا عليهم، وصافي ماده ما جاب. صافي في الاخر جمعوا كاع الباكاج ديالهم وداك الباليزات وداك السيكل اللي غيديو معاهم، حطوهم حتى الباب القدامي ديال الدار باش فاش يفيقوا في الصباح يلقاوهم تما ويديوهم دغيا. لا غد ليه واللي كان 2 يوليوز 2021، تشانلر فاق في الصباح بكري تقريبا مع 6 الصباح باش يجلس شويه مع والديه قبل ما يمشيو وباش يسلم عليهم. هبط مع الدروج بشويه كيعرج، وكان متوقع انه فاش غادي يوصل للسفلي غادي يلقى والديه يا اما كيفطروا يا اما صافي كيستعدوا باش يمشيو، حيت ما يمكنش يمشيو لشي بلاصه بلا ما يقولوها ليه. ولكن غير وصل لتحت ما لقى حتى واحد، لقى والديه ديجا مشاو، والباكاج ديالهم اللي حطوه في اللي قدام الباب كاع ما كاين. قال مع راسو كيفاش مشاو وما قالوها ليش، وديك الساعه حل الباب القدامي ديال الدار باش يشوف يقدروا يكونوا مازالين تما، ولكن ما لقاهمش. وبالنسبه للطوموبيلات ديالهم كانوا تما قدام الباب. صافي تشانلر قال مع راسو يقدروا يكونوا فاقوا في الصباح بكري ودازوا عليهم هاد الاصدقاء ديالهم اللي ما عرفت شكون هما، ويقدروا صافي يكونوا مشاو وما بغاوش يفيقوني. واخا هادشي كان كيبان في شكل، اولا داك عرمه ديال الفلوس اللي داين معاهم، ثانيا دوك الاصدقاء اللي ما عرفت شكون هما اللي غادي يوصلوهم، وثالثا كانوا باينين بحال الا مخبيين شي حاجه. واخا هادشي كامل تشانلر ما بغاش يكبر الموضوع، وقال غتكون غير شي حاجه عاديه وصافي ما دا ما جاب. دابا حيت غادي يبقى بوحدو في الدار، عيط على صاحبته كاثرين باش تبقى معاه، بحكم انه ما كيقدر يدير حتى شي حاجه بسبب داك الطيحه اللي طاح. فعلا جات في الجمعه في العشيه وعاود ليها تشانلر على هادشي اللي داروا والديه، وقال ليها في نظرك واش غيكونوا مخبيين عليا شي حاجه واش غتكون حياتهم في خطر. قالت ليه ما تخاف من والو، راه شي مرات الوالدين كيبغيو يحتفظوا بشي اسرار بيناتهم وما كيبغيوش والديهم يعرفوهم. صافي دازت الجمعه والسبت والحد، وعلى طول هاد الايام تشانلر كان ديما كيحاول يتواصل مع والديه، ولكن التليفونات ديالهم كانوا مطفيين. الصباح ديال الحد واللي كان 4 يوليوز 2021، تشانلر صافي بدا كيتخلع ديال بصح على والديه، حيت تقريبا دازت 3 ايام ما اتصلوا ما صيفطوا حتى شي ميساج، والتليفونات ديالهم مطفيين. وماشي من عادتهم، كريستا وبارت الا غابوا غير نص نهار على دارهم كيصونيو على تشانلر باش كيطمنوا عليه، ودابا ما صوناو ما صفتو ميساج وتليفوناتهم مطفيين وحسهم غبر. ولكن فجأة ومع ديك 11 ديال الصباح كريستا صفتت ميساج لولدها تشانلر، قالت ليه رحنا وصلنا بخير ورحنا ما صونيناش غير حيت الرزو هنايا قليل، وقالت ليه غادي ندوزو الحفلة ديال الاستقلال وغادي نرجعو غدا الاثنين في الليل او لا بعد غدا الثلاث في الصباح بكري. صافي تشانلر والصديقة ديالو من بعد ما قراو هاد الميساج ارتاحوا، على الاقل والديه بخير وما طرا ليهم والو. بداو كيحاولوا يصونيو ليها ولكن التليفون كان مطفي، يعني كريستا بحال الا صيفطت لهم داك الميساج ومن بعد مباشره طفات التليفون. وحتى من ولدهم الكبير ميتشل كان كيحاول ديما يصوني عليهم والو. لا غد ليه كان الاثنين، يعني في الليل من المفترض يرجعوا، ولكن ما رجعوش. صافي قالوا يقدروا يجيو للثلاث في الصباح، جا للثلاث عاوتاني ما جاوش، والتليفونات ديالهم كيف ما العاده مطفيين، ومن غير داك الميساج اللي صيفطت كريستا حتى شي واحد ما سمع عليهم شي بار وما صوناو حتى على شي واحد اخر. الصباح ديال الثلاث الناس ديال الشركه اللي خدام فيها بارت بداو كيصونيو في الفيكس ديال الدار كيسولوا عليه علاش ما جاش. وحتى كريستا قبل ما تسافر بشي سيمانات كان جاها الملل بزاف في الدار
الدار وبغات تخدم شي بلاصه. كانت دفعت لواحد المحل ديال الطوموبيلات وقبلوها باش تخدم تما في السونتر دابيل ديالهم، وكان من المفترض انها تجي تخدم في نهار الثلاث ولكن ما مشاتش، وحتى الناس ديال داك المحل بداو كيصونيو في الفيكس كيسولوا عليها. صافي هنا العائله كلهم تخلعوا وكلشي بدا كيحاول باش يتواصل مع بارتو كريستا ولكن والو. هاد الناس بحال الا تهزوا للسما. لغد ليه واللي كان 7 يوليو 2021، يعني داز 6 ايام على النهار اللي سافروا فيه بارت وكريستا، تشانلر صافي ما بقاش قادر يصبر ومشى نيشان عند البوليس باش يعلم بالاختفاء ديال والديه وباش يبداو كيقلبوا عليهم. البوليس ديال داك البلاصات تواصلوا مع البوليس ديال وايت ليك وقالوا لهم يا ودي راه واحد الكوبل جاو لعندكم لتما وها العنوان ديالهم، عافاكم سيروا طلعوا عليهم واش لاباس واش ما عندهمش الريزو وردوا علينا. فعلا مشاو والدار كانت باينه ما مشى ليها حتى شي واحد، الربيع كان كتير بزاف قدام الباب ديال الدار والسراجم كانوا باينين ما تحلوش. فاش حلوا الباب ودخلوا لقاو الدار خاويه وكريستا وبارت باينه انهم ما جاوش لتما حيت الثلاجه ما كانش فيها الماء واصلا على العموم الدار باينه ان ما جا ليها حتى شي واحد. والحاجه اللي كتدخل الشك للراس الزاج ديال السراجم ما كانوش مهرسين وحتى السقف ما كانش مهرس وكان في بلاصتو، يعني الدار بحال الا ما قاسها حتى شي حاجه. اذا شكون عيط على بارت وقال ليه العاصفه شخشخات لكم الدار؟ ياك ما دوك الاصدقاء ديالهم اللي مشاو معاهم شنو واقع؟ ياك ما كريستا وبارت وقعت لهم شي حاجه؟ هاد الأسئلة حتى واحد ما لقى لهم جواب والعائلة غيحماقوا ويعرفوا شنو وقع لكريستا وبارت وخصوصا ولدهم تشانلر. ما قدرش يصبر ويتسنى البوليس حتى يلقاو ليه والديه، ناض وبدا كيقلب على شي حل. أول حاجة مشى لواحد المقر صحفي وطلب منهم ينشروا الخبر ديال الاختفاء ديال والديه وحتى تصورهم باش زعما يقدر يكون شافهم شي واحد ويتواصل مع داك المقر ويقول فين شافهم. ومن غير هاد الشيء بدا كيعرج في داك الحومة اللي ساكنين فيها وكي دور على كاع الديور اللي كاينين تما وحده بوحده. كان كيدق عليهم وكيطلب منهم يوريو ليه تسجيلات ديال الكاميرات اللي كيكونوا قدام الباب باش على الله تكون شي وحده فيهم شدات دوك الاصدقاء اللي والديه مشاو معاهم الوايت ليك. ولكن والو، هاد المجهودات كاملين اللي دار مشاو في الخاوي، والديه ما بان لهم اثار. ولكن في 8 يوليو 2021 البوليس اكتشفوا شي حاجه اللي في الاول بانت لهم عاديه، بالحق من بعد او ان داك الحاجه كبيره بزاف وهي اللي خلاتهم يعرفوا شنو وقع لبارت وكريستا. باش نعرفوا بالضبط شنو كاين اولا شنو وقع لهاد الكوبل غادي نرجعوا شويه للور ل 29 يونيو 2021، يعني 3 ايام قبل ما يسافروا لوايت ليك. بارت في داك النهار كان كيهضر في التليفون مع شي واحد سميتو اومار وكان معصب بزاف ومكشكش، ولكن من بعد واحد المده وفجاه تهدن، تبدل التعامل والهضره اللي كان كيهضر مع داك السيد ولا كيهضر بشويه وبالهدانه. ومن مور 17 دقيقه تقريبا هما كيهضروا في الاخر اتفقوا باش يتلاقاو في 1 يوليو 2021، يعني نهار قبل ما يسافروا. وصل النهار اللي غادي يتلاقاو فيه وفاش قربت 3 بارت صفت ميساج لولدو تشانلر باش يمشي معاه لهاد اللقاء مع اومار، وحيت كان عارف هاد اللقاء شحال مهم لباه صافي وافق انه يمشي معاه. وفاش وجدوا راسهم مشاو بجوج بهم جهه الباب القدامي ديال الدار باش صافي يمشيو، بارت كان غادي القدام وتشانلر كان غادي موراه. وشويه تشانلر جبد شي حاجه كان مخبيها من موراه وداك الحاجه كانت سلاح وتيرا في باه جوج ديال الرصاصات اللي قتلوه في البلاصه. وبكل بروده جبد التليفون ديالو وصفت ميساج لماما اللي كانت جايه من شي بلاصه، قال ليها التليفون ديال الوالد تطفى، الا بغيتي تقولي له شي حاجه صيفطيها عندي في التليفون ديالي. وصفت ليها ميساج واحد اخر وقال ليها عافاك في طريقك جيبي ليا معاك المناضه. كريستا قالت ليه صافي واخا ودارت ليه ايموجي ضاحك. علاش قال ليها جيبي لي معاك المناضة؟ غير باش يعطلها وما توصلش بكري للدار باش يشوف شنو يدير بالجثة ديال باه. شنو بالضبط طرا ديك الساع ما عارفينش، ولكن غالبا غيكون تشانلر جرب باه لشي بلاصه مخبيه ونضف شويه، وغادي يكون جلس منيش بالسلاح وكيتسنى مو اللي غتكون مشات لشي محل باش تجيب لولدها العزيز مناضة. وما داش بزاف وصلت للدار ديالها، الدار اللي كانت كتحماق عليها، الدار اللي عشت فيها وكبرت فيها ولادها، وحتى هي مع حلات الباب مع
ولدها العزيز تيرا فيها جوج رصاصات وفي البلاصة ماتت. تشانلر ولدهم هو اللي قتلهم، وعلاش؟ حيت كان كذاب وكان عايش غير في الأوهام وكان كذب على كل شيء. تشانلر ما عمر ما كان غادي يتخرج من الجامعة، هو فعلا دخل الجامعة وقرا تما غير 3 شهور ولكن صافي خرج بحالو في الاخر. واخا خرج من تما بخاطرو بقى كيكذب على عائلته وعلى صحابه وعلى كل شيء باللي مازال كيقرا في داك الجامعة. وفي اوقات الفراغ ديالو ما كانش خدام مع الشركة ديال التأمين، حتى هذه كانت غير كذبة كان كذبها على كل شيء. كان كيقول لهم باللي انا خدام غير من الدار مع داك الشركة، وهو كان نهار وما طال في بيته كيلعب العاب الفيديو وكان مضبب الدنيا بريحته. وبالنسبة للشركة سبيس اكس اللي كان كيقول لكل شيء انه دفع ليهم وقبلوه باش يخدم معاهم ودابا خاصو غير يتخرج وينتقل لفلوريدا باش يبدا معاهم، هاد الشيء كله حتى هو كان كذوب. فالشاف راسو قرب الوقت باش يتخرج ويمشي يخدم معاهم بدا كيقلب على شي سبه كبيره اللي تخليه ما يمشيش. وتما دار داك الكذبه الكبيره بالكرون ديالها ديال طاح في الدروج وتصاب بارتجاج في الدماغ والعكاز وداك الروينه كامله. السيد صحيح في صحيح ما نقصو حتى شي خير، كان غير كيمثل على والديه وعلى الناس كاملين. باختصار تشانلر كذب اي حاجه كاينه في حياته وكذب على اي واحد كيعرفه. بطبيعه الحال كل شيء تيقو الا جوج ديال الاشخاص واللي هما والديه. في الاول حتى هما كانوا بحال الاخرين متيقين كاع داكشي اللي كيقول، ولكن ابتداء من 2021 بداو كيشكوا فيه. السيد كيقول انه خدام في الشركه ديال التامين ولكن ما عندوش الفلوس وديما ضاوي. واحد النهار باه قالها ليه، قال ليه كيفاش انت خدام في الشركه ديال التامين وما عندكش الفلوس؟ تشانلر جاوب وقال ليه راه الشركه عندهم شي مشاكل كبار وغي غيحلوا هاد المشاكل غادي يعطوني رزقي. وباش يقنع باه بهاد الهضره خاوية مشى صايب كونت زعما ديال الشركة اللي خدام فيها، ومن داك الكونت صافت رسالة للكونت ديالو العادي وقال سمح لينا راه عندنا شي مشاكل في الشركة وغي غنحلوهم غادي نعطيو ليك فلوسك. وهو زعما رد عليهم وقال لهم كيفاش المشكل، انا ما سوقيش خاصكم تخلصوني على خدمتي. مشى عند باه ورى ليه هاد الشيء زعما ها هو الدليل على داكشي اللي كنقول، راه هما اللي عندهم مشكل ماشي انا، وراه غي غادي يصلحوا المشكل ديالهم غادي يعطوني فلوسي كاملين. باه بحال الا ما دخلاتليش هاد الهضره التخربيق كامل في راسو، ولكن في داك الساعه ميك عليه بالحق. لا هو ولا مراته كريستا بجوج بيهم بداو كيشكوا في اي حاجه كيقولها تشانلر، حتى في القرايه ديالو في الجامعه. الاغلبيه ديال الوقت كان غير كيدور وكيتسركل ليهم حدا رجليهم، وفاش كيسولوه وكيقولوا ليه واش ما قاريش كيقول ليهم اه قاري ولكن عندي كور غير من الدار، يعني غادي يقرا غير من الدار. وشي مرات كان كيخرج كان كيضرب شي دغره بحال هكا وكيرجع للدار زعما راه قرا. واحد النهار قالوا ليه وري لينا النتائج ديالك، شنو فاليديتي في المواد وشنو ما فاليديتيش، وطلبوا منه انه يدخل السيت ديال الجامعه ويوريهم دوك النتائج. قال لهم يا ودي راه ما يمكنش، راه هاد الايام كنحاول انني ندخل السيت ديال الجامعه وكندير سميتي وكنيتي والمدباس ولكن ما كيبغيش يدخل لي، يمكن عندهم شي مشكل. وباش عاوتاني اكد لهم هاد الكذبه الحامضه اللي قال، مشى دار كونت مزور زعما ديال الجامعه وصفت ميساج لراسو زعما الناس ديال الجامعة هما اللي صيفطوا ليه داك الميساج، وكتب تما غير سمح لينا راه عندنا مشكل في السيت على داكشي ما يمكن لكش تدخل وتشوف النتائج ديالك. وهو عاوتاني رد عليهم وقال لهم كيفاش مشكل، انا ما سوقيش خاصني نشوف النتائج ديالي. وكما العاده كيمشي عند والديه وكيوريهم هاد الشيء زعما ها نتوما شوفوا راه هما اللي عندهم المشكل راه ماشي انا المشكل مني. باطل عليه هاد الشيء كامل فراسو وقال ليه شوف دابا غادي تعطيني النمره ديال شي واحد خدام في داك الجامعه وانا غادي نعيط ليه ونقول ليه عطيو لينا النتائج ديال ولدنا. تشانلر قال ليه واخا هي اللي ما غاديش تعاود، مشى خرج وشرى تليفون ونمره جديده، وفاش رجع للدار اعطى لباه داك النمره وقال ليه هاد النمره ديال واحد السيد خدام في الجامعه سميتو دانييل سبيس. صافي من بعد بارتسون على داك النمره وجاوبو تشانلر النيت اللي كان بدل صوتو شي شويه وقال ليه معاك دانييل سبيس من جامعه ماديسون. وفاش سولو على النتائج ديال ولدو قال ليه غير سمح لينا راه عندنا واحد المشكل غير غادي نصلحوا المشكل يكون خير. لا بارت ولا كريستا تيقوا هاد الخزعبيلات كاملين، وصافي في الاخر ما بقاوش قادرين يصبروا. في 29 يونيو 2021 بارت مشى قلب براسو على النمره ديال الجامعه اللي زعما كيقرا فيها ولدو تشانلر، وصونا عليهم بصفته هو نيت تشانلر. جاوب واحد السيد خدام تما سميتو اومار جوب وقال ليه اش حب الخاطر. بارت جاوبو بدا كيغوت وقال ليه انا سميتي تشانلر هالدرسن وكنقرا عندكم تما ومؤخرا دخل
دخلت للسيت باش نشوف غير النتائج ديالي وما بغاش يخدم، وقال لي الا عندكم شي مشكل انا ماشي شغلي، المهم انا بغيت نشوف النتائج ديالي. عمر قال لي واخا انا غادي نشوف لك شنو هو المشكل. وفاش طاب السميه ديال تشانلر هالدرسون في السيستم ديال الجامعه ما طلعش كاع. قال لي اخويا راك ما كتقراش عندنا. في ديك اللحظه بارت تصدم وبقى ساكت، وفاش بدا كيهضر تبدلات الطريقه ديال الهضره والتعامل مع داك السيد كليا. وصافي بدا كيطرع على عمر شي اسئله وحدين اخرين ما عندهم حتى شي علاقه بالنتائج، حيت دابا عرف وفهم ان ولدو تشانلر ما كيقراش في داك الجامعه. بحال مثلا قال لي واش كيخدم معكم تما واحد السيد سميتو دانييل سبيس. جاوبو عمر وقال ليه بالعمى ما عمر ما خدم عندنا شي واحد بهاد السميه. تما عرف بلي ولدو تفلى عليه، وهاد المده كامل عيش راسو وعيش الناس اللي دايرين به في الكذوب. قبل ما يسالي بارت الهضره مع عمر خداو رونديفو باش يمشي لعندهم حتى للجامعه ويهضر معاهم تما، وداك الرونديفو كان في 1 يوليو 2021. من بعد بارت مشى عند تشانلر وما قال ليش راني عرفتك وعقت بك كتكذب علينا وباللي ما كتقراش في الجامعه. قال لي راني هضرت مع الجامعه اللي كتقرا فيها وراه عطاوني رونديفو باش نمشي عندهم في 1 يوليو 2021، وقال ليه غادي تمشي معايا باش يشرحوا لينا علاش ما بغاوش يعطيوك النتائج. بارت بطبيعه الحال كان عارف ان ولدو ما بقاش كيقرا في داك الجامعه، هو دار هكا باش يخلي تشانلر يعترف لراسو ويقول بفمو انه ما كيقراش في الجامعه وانه غيكذب وهادشي كامل غيكذوب. وفاش غادي يعترف ديك الساعه غادي يجي الدور ديال والديه باش يوجهوه ويردوه للطريق الصحيح وباش يعيش حياه حقيقيه وما يخليش راسو في الاوهام. ولكن مسخوط الوالدين ماشي هكاك فكر، هو خلى حتى النهار ديال الرونديفو وقتل باه وقتل امو وفصلهم وحرق الطرفه ديال الجسد ديالهم وحتى الريوس ديالهم في لاكاف ديال الدار. وفاش ما بغاوش يتحرقوا لهم مزيان هز داكشي اللي بقى منهم ودارهم في الميكات وفرقهم على كاع البلايص وكاع الجرادي اللي كاينين في داك البلاصه، لدرجه تحت الكسده ديال باه اللي كانت بلا راس بلا يدين بلا رجلين من مور الدار ديال الوالدين ديال صاحبته كاثرين. وهو كيدير هاد الفعله البشعه في نفس الوقت كان كيقيل يبكي ويتنخسس على والديه، وكان كيعاود داك القصه ديال سافروا وداو معاهم بزاف د الفلوس ووصلوهم شي اصدقاء اللي ما عرفت شكون هما. كان كيقول هاد القصه لاي واحد، لخوه الكبير لصاحبته للناس اللي كيعرفوهم وحتى للبوليس باش يخلي كلشي يشك ان بارت وكريستا داخلين في شي مشكل اللي هما داروه لراسهم، وباش يشكوا بلي شي واحد من دوك الناس اللي ما عرفت شكون هما هما اللي يقدر يكونوا خطفوهم وداروا ليهم شي حاجه. ومشى للصحافه كيبكي وطلب منهم ينشروا الخبر ديال الاختفاء ديال والديه، ومشى للحومه كيعرج تما وكيدور على الدور وحده بوحده باش يوريو تسجيلات الكاميرا زعما السيد راه باز. ولكن واخا هكاك البوليس شقموه، حيت واخا عيا ما يدير راسو مطور خلى من موراه بزاف ديال الادله اللي كيبينوا انه هو مول الفعله. بحال مثلا داك الطروفه ديال والديه اللي مشى كيفرقهم على المدينه كامله وما دفنهمش حتى الدفين، كان غير كيحطهم حدا البركاسات وحدا الشجر راه الكاميرا تشدوه وهو كيدير هاد الشيء. بالحق الحاجه اللي لقاو البوليس في 8 يوليو 2021 واللي قبيله قلت لكم في الاول بانت لهم بلي حاجه بسيطه، ولكن من بعد لقاو انها حاجه كبيره بزاف، هي الميساج اللي صيفطات كريستا لولدها تشانلر، واللي في الواقع ني تشانلر اللي صيفطو من التليفون ديال مو كريستا للتليفون ديالو. فاش تشانلر مشى لعند البوليس باش يعلم بالاختفاء ديال والديه، اول سؤال سولو هو امتى اخر مره هضرتي معاهم. قال لهم الوالده ديالي صيفطات لي ميساج في الحد 4 يوليو 2021 وجبت التليفون ديالو ووراه ليهم. البوليس فاش قراوه المره الاولى جاهم عادي، كريستا زعما كتبات تما بلي راهم وصلوا بخير وعلى خير وبلي ما صوناوش حيت ما كاينش الريزو، وقالت بلي غيجلسوا تما حتى يتسالى الاحتفال وداك الموكب وداكشي اللي كيديروا عاد غادي يرجعوا. الحاجه اللي خلات البوليس قالوا بلاتي شي حاجه في هذا الميساج ماشي حتى ليه هو الوقت ديال الاحتفال. النهار اللي صيفطت فيه كريستا الميساج كان 4 يوليوز، وايت لي كان فيها الاحتفال ديال الاستقلال في 3 يوليوز، يعني نهار قبل. يعني علاش كتقول لولدها غادي نجلسوا حتى يتسالى الاحتفال وهو ديجا تسالى البارح؟ هذا الشيء خلى البوليس يشكوا وناضوا كيقلبوا على منين بلاصه جا من هذاك الميساج. ولا غد ليه واللي كانت
8 يوليوز 2021، لقاو ان داك الميساج فعلا تصفت من التليفون ديال كريستا، ولكن البلاصه اللي تصفت منها هي الدار النيت ديالهم. يعني التليفون ديال كريستا فاش صفت داك الميساج كان حدا التليفون ديال تشانلر. من تما مشاو نيشا للدار ديالهم باش يقلبوها، وفي الكراج وفي واحد المجر وفي وسط من واحد الصباط لقاو التليفون ديال كريستا ملوي في بابي الومنيوم. زعما هو التليفون في بابي الومنيوم باش البوليس ما يقدروش يعرفوه فين كاين. ومن غير التليفون لقاو الاثار ديال الدم ديال كريستا وديال بارت باقيين في الدار ديالهم. وصافي تشانلر تشد، ومن بعد بزاف ديال التحقيقات البوليس لقاو ان هادشي كله داروا بوحدو، يعني صاحبته كاثرين اخوه الكبير ميتشل ما دخلينش كاع معاه في هاد المصيبه اللي دار. المهم ندوزو دابا للحكم. حكمت المحكمه على تشانلر هالدرسون بالسجن مدى الحياه، يعني ما عمر ما يقدر يخرج من تما حتى يموت. ولحد الان مازال ناكر كلشي وما بغاش كاع يعترف انه هو اللي صفاها لوالديه. كانت هذه هي القصه ديال اليوم، شكرا بزاف حيت كملتوها حتى الاخر، وكما العاده نتلاقاو في قصه جديده. تهلاو.